مشكلتي اختي هي الدري مني كان عنده عام وقع لي ليه مشكل، تحرقوا ليه العروق ديال المخ، تشلل ما بقاش كيهضر ما بقاش كيسمع ما بقاش يتشلل من يديه ومن رجليه، وبقيت متبعه ليه في الترويد في بن رشد حتى ولا كيمشي ولكن اليدين ما كيهز بهم حتى حاجه ما كيدير بهم حتى حاجه، كنوكلو رفس ليه وكنوكلو، ما خليت في جريت به، داوني الرباط مشيت به للسلاح مشيت الرباط جريته كلها، قالوا لي شوفي لي جمعيه باش تكفل به واش دير، مشيت لجمعيه لاله سلمى قالوا لي الدري ما نقدروش نشدوه حيت حنا مكلفين بالدراري اللي مونغوليا واللي يعني كيجلسوا هذا عنده الحركه ما نقدروش نشدوه، جريت به جمعيه ديال الدار البيضاء كلها باش يتكلفوا بولدي، حتى جمعيه ما بغات تشدوا ليا، قال لي الدري ما نقدروش نشدوا واحد كيلو حنا الواحد بحال حاجهكم الكلاب كلاب وما يوقعش لي حالتي، حيت انا الدري ما مجد جاهد عليا، دابا عمرو 17 عام، ما بقيتش كنقد نشدو، ما بقيتش كنقد نتكلف فيه، حتى واحد ما معاوني الا الله سبحانه، كنطلب وكنرغب من سيدنا جلالة الملك الله ينصرو، يتكلف بولدي ويشوف لي لي شحال اش ندير لي، لاني انا داروا لي لي الوراق ونصبوا عليا. قالوا لي داروا لي الاوراق اعاقه وقالوا لي غنعطيوك كريمه وغنديروا لك كيشوفوا الحاله ديالو، ما عرفتش كيديوني وما عرفتش، كنطلب من سيدنا جلاله الملك الله ينصرو يدير لي تاويل ويشوف حالتي، راني كنموت راني 19 يوم ولدي في الانعاش وانا كنبات في الزنقه كنبات برا لا غطا لا حشا لا ماكله لا حتى حاجه وحتى حل ما داروا معايا يا ربي والو كيجيش عندي ما كيعرف، قال لي عيت ما نشتري بالدواء وعيت ما نشتري في السبيطار منك لي باه، قال لي منك لي ما بقيتش قاده على هذا الشيء بزاف عليا، يعني انا كاين معايا ولكن انا عندي 5 الوليدات وعرف العروبيه فقيره ما عنديش باش نجري باش نشري الدواء باش كيكتبوا لي ديري لي ريم ديري سكانيرات ديري، كنطلب الناس والبوس الرجلين باش كيديروهم لي وباش غنتكلف بها الدري جهاد عليا، راه عنده 17 عام زيد في 2003 مع ولد سيدنا الله ينصرو، راه تزاد ولد سيدنا اليوم وتزاد هو الغد، راه زيد في 2003 ونعطيك الوراق ديال الانعاش باللي 19 يوم هو في الانعاش وخرجت وديته الدار، عاود عاوتاني دخل الكومه هبط ليه السكر للصفر ودخل الكومه وجدتو دابا 13 يوم هو في الانعاش، وخرجوا لي كتبوا لي دير لي الشبكه وتساعدوا معايا الناس وعائلتي جمعوا لي 40000 درتها في الساك وحطيتها باش نخرج ندير للدري الشبكه، خرجت بغيت نجبد للدري الفلوس باش ندير ليه الشبكه لقيتو مخونوا لي البسطام خونوا لي في هنا في السبيطار، وراه مشيت بثلاث ايام وانا كنطلع ونهود بالدري بحال هكا باش يجيو معايا البوليس يشوفوا لي شكون دار لي رزق ولدي وما عطاوني حتى حل، انا دابا باقا نيت حاليا جيت اليوم قال لي يجبدوا الكاميرات وحتى واحد ما جبد لي لا كاميرا لا حتى شي حاجه ما عطاوني حتى حل، كيقولوا لي سيري تنغدا وجي، كنجي كيقول لي داز الوقت كيقول لي سيري تنغدا وجي، كنجي كيقول لي ما كاينش اللي غيديك، ما خليتش فين جريت ما خليتش فين درت بزز بزز بالبوسه ديال رجلي باش طلبت الفلوس وباش جمعتها باش ندير لولدي، راه عندي هذاك الرميد وافي حتى واحد ما بغى يساعدني، عندي الرميد وافي فما ديته كيقول لي الشبكه على برا هذاك اللي يريم على برا وانا ما عديش، عندي الله سبحانه كنطلب من جلالة الملك وسيدنا الله ينصرو والله يعطيه شي اللي بغى في الدنيا، بغيتو يرحمني كما عدو الوليدات بغيتو يرحمني، بغيتو يدير لي تاويل وبغيت شي جمعيه اللي تكلف فيه راني ما بقيتش قاده عليه، راه ولا كيضربني كيعض لحم ويعضني كنركبو من يغيب ومن كيفيق كيضربني ما عنديش لقيت الحل، جريت دار بيضه كامله كيضرب كيعض على يدي صوروا لي يدي لحمو كاع كيلو، قال لي البرا باش مهدني راه ما كيبركش كيعض لحمو يعضني، راه كيعض شوف واش داير ليا، راه كيعض لحمو وكيعضني ديما ديروك ديما كيخرج كياكل التخسار ديالو حاجكم وحاجة سيدنا لا شافني، راه كيتخسر وكياكل الى الرزكات كياكل وكيلقى فمو عامر دم، ما قدرش عقبتي اختي رقبتي تخليت على ولدي ترابي عطيتو يتربى على قبله، كنشري ليه هو الحليب وكنشري للدري الاخر حتى هو عقله صغير عنده عقل ديال عام محروق ليه العقل، عطيت لواحد ناس يربيه ومني داز عدو 3 سنين ما سخيتش به ورديته، رديت ولدي على قبل هذاك الكبده الزقعه رديت ولدي